السلام عليكم. مضى عام 2019 بسيرة سياسية حافلة في المنطقة العربية، فهو العام الذي شهد انتقال 4 دول عربية هي العراق ولبنان والسودان والجزائر من هامش الانتفاضة العربية إلى قلبها، وهو العام الذي أطيح فيه رئيسان عربيان، عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر وعمر البشير في السودان، وهو العام الذي شهد توقيع اتفاقية بحرية وأمنية لافتة بين ليبيا وتركيا أثارت عاصفة من الانتقاد بين دول المنطقة، تطورات بالجملة تثير التساؤل عن الحصيلة التي جنتها الانتفاضة العربية ضمن مخاض التغيير العسير الذي تشهده الأقطار العربية منذ بضع سنين. في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب نحاول تقديم قراءة سياسية لمسار الانتفاضة الشباب العربي في العام المنصرم واستقراء لمستقبل هذه الانتفاضة في عام 2020 الذي نعيش أيامه الأوائل في ضوء متوالية الأحداث على الأرض. أهلا بكم. ظلت الصورة الذهنية لعقود طويلة ترسم في مخيلة العرب وغيرهم أن لا أمل في التغيير ولا حياة في جسد أنهكته الحروب والنزاعات وألجمته الأزمات الاقتصادية من أن يثور بوجه الحكام لينشد الحرية أو يطالب بالكرامة. تقرير التنمية البشرية العربي الأول عام 2002 حدد أن المشكلات التي تعترض عملية التنمية في العالم العربي تعود أساساً إلى المساحة المحدودة لممارسة الحريات السياسية والاجتماعية. وبعد نحو عقد من صدور هذا التقرير انتفضت بعض الشعوب العربية تعبيراً عن مظالمها التي تمحورت أساساً حول الإخفاق في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتقييد المساحة المتاحة لممارسة الحريات السياسية، وسرعان ما تحولت إلى المطالبة بإسقاط الأنظمة بكل أشكالها. استطاعت الموجة الأولى للثورات العربية عام 2011 من كسر حاجز الخوف تجاه السلطة الحاكمة، حيث أعرب المواطنون عن تطلعاتهم من خلال إطلاق شعارات تدعو لحياة أفضل، لكن الانتفاضة العربية بموجتها الثانية مثلت حراكاً أينعت ثماره، ومنها ما ينتظر قطار التغيير في طريق محفوف بالمخاطر. خروج المواطنين خصوصاً الشباب في دول عربية متعددة تبدو مختلفة في النظم السياسية الحاكمة فيها للتعبير بطرق شتى عن رفض نفس المظالم، ما يمكن وصفه بالموجة الثانية من الثورات، غير أن هذه المرة جاء التعبير في شكل بلورة أهداف وآليات سياسية أكثر تحديداً ووضوحاً، بما قد يمثل بداية مرحلة جديدة أكثر نضوجاً في التحول نحو الديمقراطية. ففي السودان وتونس والجزائر إلى حد ما قطفوا بعض ثمار ثورتهم، أما في العراق ولبنان فرفض الطائفية السياسية كان السمة الأبرز للانتفاضة الشعبية التي تعد من عاجل البشارات، فضلاً عن الاستقالات التي قدمت هنا وهناك. السلسلة الطويلة من الجزائر إلى السودان ومن العراق إلى لبنان التي امتدت في احتجاجات وانتفاضات وثورات تمد بعضها البعض بالزخم والأفكار والأساليب تخفت في مكان لتظهر في آخر، ما دفع الكثير من الأنظمة السياسية إلى الارتماء في أحضان التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل رسمي كالمستجير من الرمضاء بالنار. 2019 عام انقضى بثورات وانتفاضات وتظاهرات شكلت انعطافات لدى الشعوب والأنظمة العربية، لكن ثمة تحولات وانعطافات أخرى تنتظر دورها في العام 2020 لترسم خارطة جديدة لا زالت معالمها في سجوف الغيب. للحديث عن هذا الموضوع يسعدني الترحيب بضيفي الكريمين في الاستوديو، الأستاذ ياسين السامعي الكاتب والمحلل السياسي،
وعبر سكايب من لوزان في سويسرا الدكتور حسام الشاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي. أهلا بكم ضيفي الكريمين، على أن ينضم إلينا بعد قليل ضيف من صيدا في لبنان. أستاذ ياسين، يعني في سياق مخاض التغيير، أستاذ ياسين معذرة التميمي، في سياق عملية التغيير الحاصل الآن في المنطقة، كيف يمكن تقييم عام 2019 من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بألف خير أستاذ جهاد ولمشاهدي قناة الرافدين الكرام. عام 2019 كان عام مثقل بالآلام وبالتغيرات وبالمخاضات الكبيرة، وعلى صعيد الموجة الثانية من الربيع العربي يمكن القول أن هناك ثمار أينعت وتم قطافها، ليس على الوجه الأكمل، ولكن أعتقد أن الموجة الثانية من ربيع العرب حققت أهدافها في بلدين كبيرين مثل السودان والجزائر. وتكمن أهمية ثورة السودان كما هي ثورة الجزائر في أنهما أعاد الأمل وأحيا الأمل، وأثبت أن ربيع العرب الأول لم يمت، وأن الإرادة العربية لم تمت، وأن القرار انتقل فعلا إلى الشعوب مهما حاولت الأنظمة أن تثبت عكس ذلك. يعني أنا أعتقد أن الأنظمة استنفذت كل ما لديها من مبررات الوجود، والذي كان يعتمد دائما على الأكاذيب وعلى التخويف وعلى ربط مصير الشعوب باستقرار الأنظمة نفسها، وهذا الأمر لم يعد ممكن الآن، لأن استقرار الأنظمة لا يعني بالضرورة استقرار الدول والشعوب، لأن هذه الأنظمة غرقت في الفساد، وبالتالي الأنظمة التي غرقت في الفساد لا يمكن لها أن تؤمن الاستقرار الذي يأتي دائما من توفير الحاجات أو متوفر أو موفرة الحاجات الأساسية للناس، وهذه الأشياء أو هذه الأساسيات لا تتوقف على المسائل المادية من أكل وشرب وسكن إلى آخره، وإنما أيضا الحرية والكرامة والتشاركية التي أصبحت يعني من المتطلبات الأساسية التي يتحقق بها أو تتحقق بها استقرار الأمم. هناك نماذج في عالمنا بين أمم استقرت وازدهرت وتطورت لأن شعوبها امتلكت حقها في الحرية والكرامة والتغيير، وأصبح مسألة تقرير مصير الدولة من 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 أوجب الواجبات الموكلة لهذه الشعوب. في المقابل بقيت شعوبنا في ذيل قائمة الأمم لأن إرادتها صارت مصادرة. وأنا أقول هنا أن الإرادة المصادرة لا يعني أن الشعوب، يعني الأنظمة فقط هي التي صادرت إرادة الشعوب، وإنما هذه الأنظمة أصلا لا تمتلك إرادتها. هذه الأنظمة أثبت أنها أنظمة وظيفية وأن إرادتها أيضا مصادرة، بدليل أنها يعني تكشفت أكثر من أي وقت مضى بعد ثورة الربيع العرب في موجاتها الأولى، وهي تتكشف اليوم وينحسر ويظهر عوارها في هذه المرحلة من التاريخ. وأمام الموجة الثانية من الربيع العربي أعتقد أن الحكومات فقدت قدرتها على السيطرة، فقدت قدرتها على احتواء الشعوب الثائرة، يعني باتت تلجأ للحيل للخدع. لكن أيضا هذه أعتقد أنه الخبرات التي اكتسبها الشعوب أو اكتسبتها الشعوب العربية جعلتها أكثر حصانة أمام ألاعيب الأنظمة. ولهذا أنا أعتقد أنه لم يكن أمام الثورة السودانية إلا أن تنجح، ولم يكن أمام ثورة الجزائر إلا أن تنجح، وقد نجحت بالفعل، على الرغم من أن مآلات التغيير في السودان تختلف عن مآلات التغيير في الجزائر. هناك نماذج مختلفة متباينة لكن تشترك في أنها تمثل نتاج ثورات التغيير وثورات وهذه الموجة الثانية من الربيع. وعلى الرغم من أن ثمة في البلدين من يقول بأن من الباكري جدا الحديث عن نجاح الثورتين، دعني أتحول إلى لوزان لأسأل الدكتور حسام الشاذلي. عام 2019 شهد أحداثا كبيرة حقيقة في المنطقة العربية، بصفتك مراقبا دوليا من خارج الصندوق إذا ما صح التعبير، هل لفت نظرك حدث سياسي نوعي ذو دلالة على مستقبل المنطقة العربية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. دكتور جهاد وضيوفك الكرام، حياكم الله. أنتم جميعا في حالة وصحة أمن وأمان. حقيقة الأمر أنا أعتقد أن الأحداث
الضخمة التي مر بها الوطن العربي قد تكون في يعني في مجملها بما تحتوي على ما قد يسمى بالانتفاضة الثانية وعودة الثورات العربية. أعتقد أنها في الحقيقة هي أحداث يعني تحوي الكثير من العراقيل والكثير من التعثر في إمكانية الوصول يعني إلى مرحلة تغيير جدية وحقيقية. قد يكون الحدث الأهم أو الأكبر من وجهة نظري هو في الحقيقة ما يتعلق بتركيا، يعني تأثيرها على العالم العربي وعلاقة تركيا بالمنطقة العربية فيما يتعلق بالتطور وإثبات الوجود التي استطاعت تركيا أن يعني تثبته في هذه المنطقة. وأخيرا طبعا يعني تمثل هذا وظهر بصورة واضحة وصريحة في القمة المصغرة للعالم الإسلامي وفي نفس الوقت في اتفاقية البحرية مع ليبيا. أعتقد أننا نعيش حقيقة في عالم تحكمه معطيات اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية واضحة، بحيث أنه إذا لم يتواجد لدى الدول العربية هذه المؤهلات التي يمكن أن تجعلها يعني مؤثرة في ما يحدث في العالم ولديها القدرة على المشاركة الحقيقية، فقد يكون يعني إمكانية مشاركة العالم العربي في يعني صناعة التاريخ قد تتأخر كثيرا. فإذا نظرنا إلى الناحية الاقتصادية أو إلى الناحية القدرة العسكرية، وقد يكون من أهم الأشياء هو ما يسمى في الحقيقة تملك التكنولوجيا المرتبطة بالتقدم الصناعي والاقتصادي والعسكري. نجد للأسف أن العالم العربي بيقع في يعني ذيل القائمة عندما يأتي إلى هذا الموضوع. وقد يكون يعني من أهم الأسباب الخاضعة هو أن العالم العربي قد تعود وامتهن واحترف فكرة إرسال الرسائل المزورة والزائفة عن إمكانياته. فإذا نظرنا اليوم إلى يعني المؤشرات الدولية، يعني إذا نظرنا إلى مؤشر نيتش مثلا الذي يرتبط بنشر الأوراق العلمية المعتمدة، وسنجد أن هذا المؤشر يشير إلى وجود زيادة في الأبحاث المنشورة المتعلقة ب يعني التكنولوجيا والأبحاث المقبولة في الجرائد العلمية المعروفة. لكن في الحقيقة عندما تنظر داخل النشرة تجد أن هذه المنشورات والأبحاث هي في الحقيقة في جامعات عربية يعمل فيها أجانب ويعمل فيها في الغالب يعني أساتذة جاءوا من الغرب. يعني هذه الأبحاث وهي نتيجة لا تتعلق عامة بالعمل. فالعالم العربي في الحقيقة أعتقد أن أهم حدث قد يشير إلى ما التوجه الذي قد تراه المنطقة، وأنا من وجهة نظري الخاصة أعتقد أن 2020 سيكون عام مختلف تماما طيب. فيما يتعلق بالمنطقة العربية. هو دكتور أعتقد هو حقيقة نحن أفردنا محورا خاصا وفي آخر حلقة للحديث عن استقراء الأحداث المتوقعة في عام 2020 داخل المنطقة العربية، لكن قبل ذلك لابد أن أنتقل إلى صيدا لأسأل الأستاذ حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات، ينضم إلينا من صيدا في لبنان عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ حسان. أهلا بكم. أهلا بكم. شهدنا تغييرا حقيقيا في المنطقة العربية في كل من السودان والجزائر، بغض النظر عن الحكم عليه إذا ما كان ناجحا أم لا بحسب إرادة الشعب في البلدين، بينما راوح الوضع في ليبيا واليمن وسوريا مكانه، ولم تحدث تظاهرات العراق ولبنان تغييرا سياسيا مرئيا يعتد به حتى الآن. هل هذه الحصيلة، جملة التفاعلات هذه، حصيلة سياسية تؤدي الطموح الذي سعى له الشباب العربي أم ما زالت دون الطموح؟ الحقيقة لا، هناك انفصام كبير ما بين الشعوب العربية وبين السلطات الحاكمة. مفهوم السلطة لدى هذه الأنظمة هو التسلط وإدارة البلاد بقوة الحديد والنار وبقوة القوى المسلحة التي تمتلكها، سواء كانت ميليشيات أم جيوش، أم القدرة على اتخاذ القرارات السياسية التي تعطيها الهيمنة والقدرة على تنفيذ ما تريد، وأيضا استغلال ثروات البلاد بما يخدم مصالحها ومصالح فريقها، سواء كان فريقا طائفيا أم حزبا سياسيا. الشعوب العربية بدأت تدرك أن معركتها هي معركة تنمية، معركة تغيير، وأنه لابد من الخروج من هذه الشرنقة الضيقة
ولابد من إعادة إحياء الحياة السياسية وإحياء التعددية السياسية التي تسمح بالنظر والتفكير في الأفكار السياسية المطروحة وفي الرؤى السياسية والاقتصادية المطروحة، وأيهما أفضل للنهوض من الكبوة التي نعيشها منذ عقود. المجتمع العربي يعيش أزمة حقيقية منذ الخمسينات من القرن الماضي مع الهزيمة، مع سقوط فلسطين. فلا زالت الشعوب العربية محكومة بهاجس أن هذه السلطات تريد تحرير فلسطين، ولذلك تقمعها وتسيطر على مقدراتها تحت عنوان تحرير فلسطين ومواجهة العدو الصهيوني والمؤامرات وما إلى ذلك. لكن الواقع هو العكس تماما، نعيش حالة تراجع وتخلف وعودة إلى الوراء، ومعظم الشباب العربي يضطر للإسراء. طيب أستاذ حسان، يعني أنت قلت أن نعيش عكس ما هو مأمول نعيش تراجعا، يعني أنا هذه الأحداث التي شهدناها في عام 2019 وانضمام لبنان والعراق والتغيير الذي حصل في السودان والجزائر، هل يندرج ضمن ما وصفته بحالة التراجع أم أنه حرك الأمور إلى الأمام ولبى شيئا من طموحات الشارع العربي؟ هذا الواقع المؤلم هو الذي دفع هذه الشعوب للتحرك والعمل على التغيير، وحتى أصبحت الشعارات مختلفة، واستفاد الحراك الآن في لبنان وفي العراق من تجربة سوريا ومن تجربة اليمن، بحيث أن الحراك بقي سلميا رغم محاولات حزب الله في لبنان دفعها باتجاه المذهبة والتطييف، ونهو والرغم من محاولات البعض دفع هذا الحراك إلى أن يكون مسلحا أو عنفيا، لا زال الجمهور اللبناني يسعى إلى تكريس سلمية حراكه ووطنية حراكه بعيدا عن الأفكار المذهبية والطائفية التي يحاول البعض زرعها في ساحات الاعتصام في لبنان وبين المنتفضين على الساحة اللبنانية. فقد استفاد الجميع، وأيضا في السودان استفادوا من هذه التجربة، لا للعودة إلى السلاح لمواجهة هذه الأنظمة. المواجهات السلمية هي الحل، وهي التي تؤكد أن المطلوب هو التغيير السلمي للسلطة والتحول من مجتمع معسكر إلى مجتمع تنمية وتطوير ونمو اقتصادي ونمو اجتماعي. طيب. وتثقيف وتحول من مجتمع متخلف إلى مجتمع أكثر حضارة وقدرة على استثمار مقدراته وطاقاته. التظاهرات السلمية في لبنان والعراق وقبلها كانت سلمية في سوريا ثم تحولت إلى عسكرية بفعل ضغط النظام، وكذلك ما حصل في لبنان وكذلك في اليمن وليبيا، هل هذه التفاعلات أنتجت مناخا سياسيا جديدا في المنطقة العربية؟ هل تركت أثرا؟ في لبنان نعم تركت أثرا. الآن نرى في لبنان استقالة الحكومة، حكومة سعد الحريري، لأنها فشلت في معالجة المشاكل التي يعاني منها اللبنانيين من أزمات مالية، من أزمات اقتصادية، أزمة كهرباء، أزمة ماء، أزمة البنى التحتية التي لم تتطور وتتحسن رغم سنوات من الديون والقروض والمساعدات الدولية، ومع ذلك بقيت الخدمات. لكن أستاذ حسان، هذا الأثر الذي خرج من أجله اللبنانيون هو فقط إقالة رئيس حكومة والإتيان برئيس حكومة آخر ربما يكون محسوبا على السلطة أكثر من الشعب، أي أثر هذا؟ بالعكس، الحراك في لبنان ليس فقط خدمات، المطلوب هو رفع الهيمنة، هيمنة سلاح الميليشيات عن الدولة اللبنانية، وإعادة العمل بالنظام والقانون وضبط الأداء الحكومي تحت سقف الدستور اللبناني. ما الذي حققه من هذا الهدف اللبنانيون حتى الآن؟ الآن استقالة الحكومة كانت بداية، والحراك لا زال يطالب بتغيير حقيقي، منها تشكيل حكومة اختصاصيين وليس حكومة سياسيين، معالجة الأزمات بشكل جدي، وقف انتماء لبنان إلى محور يعادي الأمة العربية ويسعى لإبقاء لبنان ساحة صراع وليس ساحة تنمية وتطور وإنتاج. إذن الحراك فعلا ترك أثرا كبيرا على الساحة اللبنانية، إضافة إلى ذلك جعل من شعاراته وأهدافه شعارات وطنية وأهداف وطنية أجمع عليها اللبنانيون جميعا واجتمع عليها اللبنانيون جميعا بعيدا عن أي انقسام رغم محاولات التقسيم بين اللبنانيين. هذا التوجه الآن في لبنان هو مميز فعلا رغم سنوات الحرب الأهلية التي مررنا بها منذ 40 عاما، ورغم محاولات البعض إبقاء لبنان ساحة الصراع، ورغم الشعارات التي يتم رفعها بين الحين والآخر لإعادة تجزئة اللبنانيين إلى أحياء وإلى مقاطعات وإلى مجموعات حزبية أو مجموعات دينية. الحراك فعلا أثمر في لبنان، نعم. وسوف يستمر في حراكه حتى ينجز فعلا تغييرا حقيقيا يخرج لبنان مما هو فيه وما يعيشه اللبنانيون من ضائقة مالية ومن هيمنة سياسية وهيمنة ميليشياوية مسلحة على مقدرات.
شكرا جزيلا لمشاركتك معنا أستاذ حسان القطب، مدير مركز اللبناني للأبحاث والدراسات. مشاهدينا الكرام، نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم لنا عودة. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن التفاعلات السياسية في المنطقة العربية في ضوء عامي 2019 المنصرم و2020 الذي نعيشه أيامه الأوائل. إلى الاستوديو أستاذ ياسين التميمي، أي أثر أنتجه الحراك الشعبي في أنظمة الحكم السياسية في المنطقة العربية يمكن قراءته من خلال قراراتها وخياراتها واستراتيجياتها؟ طبعا أولا يجب أن نقر بأن تحركات الشعب بشكل تضامني بشكل جمعي هي تعادل أقوى سلاح في العالم، تعادل القنبلة النووية، لهذا يقف حائرا أمامها كل اللاعبين الآخرين مهما كانت صفتهم، سواء كانوا أنظمة أو كانوا دول خارجية كبرى أو صغرى أو إقليمية إلى آخره. فعندما يقرر الشعب أن يتحرك بشكل جماعي يستطيع أن يؤثر ويستطيع أن يغير. طبعا النتيجة الأولى التي أثمرتها الموجة الثانية كما هي الموجة الأولى هي أن هذه الأنظمة بدأت تقر ضمنا وصراحة بحق الشعب في أن يقرر، في حق الشعب في أن يطلب، في حق الشعب في أن يصل إلى أهدافه، ولكن هي في نهاية المطاف تعتمد على المراوغة. كذلك الشعوب يعني كلما التقت إرادتها مع مصالح إقليمية أو دولية كانت أقرب إلى تحقيق مصالحها، وهذا يعني أن العامل الخارجي له تأثير كبير جدا في تقرير مسار الأحداث. لهذا لا أستطيع الآن أن أقول بأن الربيع العربي في موجته الأولى أو الثانية قد استطاع أن ينتج نظاما سياسيا خاصا به يمكن البناء عليه. لا زال يعني كل الاستحقاقات السياسية للربيع والتي تبلورت في شكل أنظمة هشة أو في حالة حركة دائمة أو لم تستقر بعد كما نرى في تونس مثلا وكما نرى في السودان أو نرى في الجزائر، لم تستقر بعد، لم تتضح ملامحها بعد، التحديات لا تزال قائمة. هناك أطراف في داخل الدولة العميقة لا تزال ولا يزال لديها اعتقاد بأنها يمكن أن تلتف على مطالب الشعب أو تعيد تكييف خياراته السياسية. لهذا لا نستطيع أن نقول بأن هناك نتائج قد تحققت وهذه النتائج ناضجة ويمكن أن تؤسس لمرحلة جديدة، لكن الفعل الثوري استطاع أن يرسخ الإرادة الشعبية الإرادة الوطنية للجماهير كمحدد أساسي في التغيير وفي توجيه مسار الأحداث، وأنا أعتقد أن هذا من أهم الإنجازات التي تحققت عبر هذه الثورة. طبعا الثمن غالي جدا ومكلف بالنسبة للشعوب، لا تزال تدفعه حتى الآن، تدفعه على مستويات عدة، تدفعه من دمائها، تدفعه من حريتها، تدفعه حتى من حقها في الحياة. لم تستقر، لم تهنأ، لم تعش حتى هذه اللحظة، ولكنها أثبتت أن من حقها أن تغير وأن المسألة مسألة وقت. إذن النتائج ستأتي أنا أعتقد، ومع توالي موجات الربيع العربي، مع توالي مستويات هذا الربيع العربي، هناك توقعات بطبيعة الحال بأن الجزائر والسودان هي محطة في نهاية المطاف، لكن أيضا مصر يمكن أن تشهد موجة تغيير، خصوصا بعد أن استنفذ النظام في مصر كل المبررات التي كان يستند عليها في مواجهة تذمر الناس، في مواجهة ردود الأفعال الشعبية على سياسات مرهقة بالنسبة للشعب المصري. لهذا الأنظمة الدكتاتورية اليوم في حالة انكشاف كبير جدا أمام شعوبها، وهذا الانكشاف دائما يشجع الشعوب على أن تجترح التغيير بإرادتها، وبطبيعة الحال هي إرادة سلمية في كل الأحوال. طيب دكتور حسام، يعني وقعت المنطقة
بعد اندلاع الانتفاضة العربية قبل نحو 9 أعوام انكشفت المنطقة تقريبا ووقعت تحت رحمة القوى الإقليمية والدولية، وتمثل ذلك في لجوء عدد من الدول العربية إلى اتخاذ خطوات سريعة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. هل ترى الأمر أن كما يرى بعض المراقبين من أن الانتفاضة العربية الثمرة الوحيدة التي قدمتها المنطقة هي انكشافها استراتيجيا وفتح الأبواب مشرعة أمام التدخل الإقليمي والدولي، هل ترى الأمر كذلك أم أن لديك رؤية أخرى؟ أنا أعتقد أنه طبعا أحد أهم الإنجازات التي يعني إنجازة أن نقول حققتها الشعوب العربية هي في صنع حالة من المواجهة المباشرة بين الديكتاتورية والديمقراطية في المنطقة بصورة عامة. فقد واتضح جليا أن هناك يعني لاعبون جدد قد ظهروا في المجتمع الإقليمي وبدأوا بصورة قوية جدا يعني يؤثرون على مصائر الشعوب، بدءا من الحالة التي واجهناها في مصر مع الإطاحة بأول رئيس ديمقراطي منتخب عن طريق انقلاب عسكري واضح بدعم قوي جدا من دول إقليمية ودول خارجية. بعد كده ظهر بصورة جلية جدا أن بعض هذه الدول الإقليمية قد أصبح لها دور واضح في كل ما هو غير ديمقراطي في المنطقة، يعني أصبح بصورة واضحة جدا. وقد يكون الاستقصاء الأخير لمجلة فرانكفورتر قد ركز بصورة واضحة على الدور الإماراتي في المنطقة وكيف أن هذا الدور في الحقيقة يساند المنظومات العسكرية بصورة واضحة ويحاول لعب دور واضح في يعني القضاء على الديمقراطيات حتى قبل نضوجها. في هذا يعني قد يكون أحد الإنجازات أن الكيان الصهيوني هو كيان متواجد وله خطط منذ زمن بعيد لها علاقة بالسيطرة الاقتصادية والسياسية على المنطقة، وأن الكيان الصهيوني مثل يعني لاعبين يعني كثيرين في المجتمع الدولي هو في الحقيقة يستغل الأحداث ويستغل ضعف الدول ويستغل حتى عدم قدرة الشعوب على الحفاظ على ديمقراطياتها. فما حدث في مصر في 30 يونيو ثم في 3 يوليو 2013 كان في الحقيقة في 30 يونيو عندما خرج الشعب، حتى وإن كان بأعداد ليست غفيرة بس لقد خرج الشعب في الحقيقة ليعترض على الديمقراطية الوليدة. ومن هنا استغل وزير الدفاع حينها الجنرال عبد الفتاح السيسي الوضع القائم وقام بالإطاحة بالنظام واستمر في بناء نظام قمعي لم يعني يشهده العالم العربي منذ فترة طويلة، نظام في الحقيقة يعني زج بألاف العقول البشرية والأساتذة الجامعات في السجون وكان لابد لهذا النظام أن يستند على الكيان الصهيوني فيما يقوم به في المنطقة. فالحقيقة عند كل موجة من موجات التغيير حاول فيها الشعب المصري سواء المعارضة في الخارج أو الداخل أن تسترد حقها أو حتى أن تقوم بعملية إصلاحات توقف نزيف الاقتصادي والاجتماعي والبشري، كان دائما المساند الأول للنظام المصري هو إسرائيل بدون أدنى شك. هذا كان واضحا على المستوى الاقتصادي، على مستوى القروض، كان واضحا على المستوى السياسي، على الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، حتى على وجود الدول الأوروبية في الصورة في وقت من الأوقات. لكن يعني كما دائما نقول أن العملية التغييرية هي عملية تمر بمراحل ويتم تطويرها، وفي النهاية يعني أتمنى أن يكون عام 2020 هو في الحقيقة العام الذي يعني تبدأ عمليات التغيير فيه في اتخاذ اتجاه جديد، لأن الأنظمة القمعية للأسف لا تعترف بعمليات التغيير الديمقراطي وبفكرة طيب. استهلاك الوسائل الموجودة لأنها تلجأ دائما إلى الدماء وإلى القمع. طيب، تحدثت عن لجوء بعض الدول العربية إلى تطبيع مع الكيان الصهيوني، وهنا أريد أن أسأل الأستاذ ياسين، يعني واضح أن هناك تحول في النظرة إلى العدو من قبل عدد من الدول العربية، بعد أن كانت إسرائيل هي العدو الأول لم تعد عدوا، صار هناك تطبيع وصار هناك احتفالات شبه علنية تقريبا بين بعض الدول العربية بين هذا الكيان. السؤال، هل لهذا علاقة بحالة الضغط الشعبي في الشارع على الأنظمة العربية؟
نعم، هناك تصحيح فقط ورد على لسان الضيف الكريم فيما يتعلق بالوضع في مصر وكيف أن السيسي استغل الموجة الشعبية. في الحقيقة لم يكن هناك موجة شعبية، لم تكن هناك موجة شعبية ضد النظام الديمقراطي الذي انتخب بعد ثورة يناير، وإنما الجيش هو قلب عدد ليست غفيرة، هو قلب خرج الناس بعدد ليست غفيرة. لا، الجيش هو الذي رتب هذا لكي يصل إلى أهدافه السياسية. طيب، أما فيما يتعلق بوضع إسرائيل في المنطقة وتأثيرها في السياسات العربية، قد لا يكون هذا جديد. يعني إسرائيل مؤثرة في القرارات السياسية بالنسبة للأنظمة الأكثر تأثيراً وسطوةً في عالمنا العربي. هناك علاقات خفية، ولكن ما نراها اليوم هو أن هذه العلاقات بدأت أكثر وضوحاً وصراحةً، يعني طفت على السطح، واستحقاقتها باتت أكثر تأثيراً على مجريات الأحداث في اليمن، يعني في الساحة العربية. بات العرب والشعوب العربية تفقد الكثير من المزايا والحقوق بسبب الالتزامات أو التزام الأنظمة العربية تجاه إسرائيل. ولهذا يمكن القول أن صفقة القرن تكاد تكون هي المحرك الأساسي لما شهده العالم العربي فيما بعد الربيع الأول. يعني الثورة المضادة يعني اكتسبت زخمها من أين؟ من صفقات القرن التي كانت في بداية الأمر هي صفقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، والأنظمة الإقليمية من جهة ثانية، لتتحول إلى صفقة بين المنطقة وإسرائيل لتؤدي في نهاية المطاف إلى تمكين إسرائيل. إسرائيل اليوم تؤدي دورها بوضوح كامل، وأنا في تقديري اليوم أن هذه الارتدادة على الشعوب العربية وعلى حقها في الحياة، وهذه الهجمة الشرسة التي تنال من الشعوب العربية، وهذا التنكر لقضية أساسية زي قضية مثل قضية فلسطين، هذا الأمر مرتبط بشكل أساسي بالعلاقة اليوم التي باتت مصيرية بين أنظمة متشبثة بمحددات الحكم القديمة وإرادة شعبية عارمة للتغيير. ما أراها اليوم هو أن هناك تآكل في سطوة هذه الأنظمة بسبب يعني هذا الوضوح في العلاقة، هذا الوضوح في الالتحام بين مصالح هذه الأنظمة وبين الكيان الإسرائيلي، وهذا ضداً على كل الثوابت وعلى كل ما رسخ في وجدان الشعوب العربية من حقائق وقيم ومبادئ تقول بأن العدو الأول للشعوب العربية وللأمة هي إسرائيل، التي تغتصب أهم يعني ثالث الحرم الثالث، الحرم القدسي ثالث الحرمين الشريفين، والتي تصادر الأرض المباركة في فلسطين. اليوم هناك من يتنازل عن فلسطين، وهناك من يضحي بالقضية الفلسطينية، وهناك من يتبنى نبرة عدائية ضد حماس وضد الشعب الفلسطيني إرضاء لإسرائيل، وهناك من النخب العربية اليوم من تتبادل الاتصالات الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وتعتبره مفخرة، واعتقد أن هذه المسألة موجهة، لأن الأمر له علاقة أيضا بتوجه لتفتيت القيم التي قامت عليها الأمة، والقيم التي تشكل بفضلها وجدان الأمة، من أمة محافظة، أمة تعي دورها، أمة تحترم دينها، أمة تحترم استحقاقات الدفاع عن كرامتها ودينها، إلى أمة مفرطة، أمة بلا قيم، بلا مبادئ واضحة، بلا عدو واضح. حقيقة نقطة مهمة أثرتها، يعني أريد أن أبني عليها لأسأل الدكتور في لوزان الدكتور حسام قبل أن أذهب إلى الفاصل بجواب قدر ما تستطيع الاختصار به. يعني قال إن هناك محاولات لتوجيه الرأي العام العربي بحيث تفكك القيم الجمعية التي تربى عليها جيل هذه الأجيال العربية. إلى أي مدى ما يحصل الآن من انتفاضة عربية متواصلة وأثر تركته في المناخ السياسي العام في المنطقة العربية، إلى أي مدى ترك تغييرا في أو أثرا في الوعي السياسي، في بنية الوعي السياسي لدى المواطن أو الإنسان العربي؟ أعتقد أنه يعني له تأثير قوي وواضح جدا، ويمكن هذه هي أكبر من أهم وأكبر مشاكل يعني العالم العربي والنخب السياسية العربية، هي القدرة على مواجهة الحقائق كما هي وعدم محاولة تغييرها من أجل يعني الوصول إلى استنتاج مختلف. فالبارومتر والاستقصاءات الأخيرة في الحقيقة أثبتت أن هناك بعض العوامل التي ظهرت في العالم العربي والتي هي خطيرة جدا، منها مثلا بعد الشباب العربي عن التوجه الديني أو تغير الهيكل الاجتماعي
الاجتماعي والتوصيف العام للمجتمع العربي انه مجتمع ديني ومتناسق بصوره دينيه وبيئيه معينه. الحقيقه ان يعني هناك انظمه الان في المجتمع العربي تقوم بدور واضح جدا في عمليه تغيير الهويه العربيه، وقد ياتي على راسها النظام المصري والنظام السعودي والاماراتي بصوره واضحه جدا، يعني بدون اي شك هناك يعني خطه واضحه. لان اذا رجعت واذا عدت الى مقاييس الصراع العربي الاسرائيلي وكيف يعني كان هذا الصراع وعلى ماذا بنيت قوه العالم العربي والاسلامي في مواجهه العدو الاسرائيلي، ستجد ان كل هذه العوامل التي قامت عليها هذه القوه وهذا الصراع يتم تفتيتها اليوم على راسها الهويه الدينية والإسلامية والهوية العربية الحقيقية التي ترى يعني أن إسرائيل هي العدو الطبيعي للعالم العربي. نعم، طيب هذا فصل أخير نستكمل ما تبقى من حوار ليلى بعد العودة. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة الأخيرة من هذه الحلقة. أستاذ ياسين، يعني عطفا على ما ذكرته أنت وضيفنا الكريم في لوزان قبل قليل، إلى أي مدى هذه الأحداث مجتمعة يمكن أن تكون بداية لتحول فكري عميق في الشارع العربي يمكن استقراءه في العام المقبل وفي الأعوام اللاحقة، متمثلا بسقوط الأيديولوجيات ونضوج فكرة العيش المشترك والمواطنة بعيدا عن تأثير الإسلام في حياة المواطنين العرب، بغض النظر عن توصيف هذا التأثير إيجابيا أم سلبيا؟ هو بطبيعة الحال يعني هناك شبه توافق على أن الناس بحاجة إلى أن يتعايشوا. الأيديولوجيات تحتاج إلى أن تدخل في مرحلة هدنة بعد أن تم شيطنة الأيديولوجيات جميعا، وآخرها بطبيعة الحال الأيديولوجية السياسية القائمة على فكرة الانتماء للدين الإسلامي واعتباره مصدر للتشريع. ولهذا جرى شيطنة الربيع العربي من زاوية أنه أن حامله الأساسي السياسي الأكبر هو حركة الإخوان المسلمين، وكان يقصد من هذا الخطاب هو وصم حركة شعب يعني بهذا العنفوان بهذه القوة بأنها مجرد تعبير عن مشروع سياسي لحركة الإخوان المسلمين. في المقابل هناك أنظمة تقليدية ناصبت إيديولوجيات العداء على مدى العقود الماضية، الشيوعية، البعثية، الناصرية، سعت في الآونة الأخيرة لإعادة إحياء هذه الأيديولوجيات من أجل استثمار التناقضات الستينيات والسبعينيات في مواجهة سياسية وعسكرية ميدانية مع جماعة الإسلام السياسي، وكل هذا في محاولة الالتفاف على استحقاق التغيير السياسي الذي هو يعبر عن إرادة الشعب بكامله بكل أطيافه ومكوناته. الحديث عن أن الناس بحاجة إلى دولة المواطنة والتعايش في حقيقة الأمر لا ينبغي أن يسقط الهوية الحقيقية للناس وهي الإسلام، لأنه إذا كانت دولة المواطنة هذه ستعمل أو سيكون واحدة من أهم أهدافها هو تقويض الهوية الإسلامية، فهذا يعتبر في نظري يعني إعادة تأسيس لديكتاتورية من نوع خاص، ديكتاتورية تقوم على فكرة تغييب الهوية الجامعة، تغييب الوجدان الحقيقي لهذه الأمة واستبداله بوجدان خانع خاضع بلا هوية واضحة بلا وقود يحركه ويضمن استدامة تحركه وتفاعلاته مع التحديات التي تجري من حوله. لهذا محاولة وصم الربيع العربي بأنه ربيع الأخوان المسلمين هذا مقدمة لإعادة تفكيك هوية الأمة
وإضعافها وتحويلها إلى أمة مسخ يمكن أن تركب عليها أنظمة أكثر تسلطية وأكثر ديكتاتورية وأكثر تماهي مع مصالح القوى الكبرى ومع الاستراتيجية الإسرائيلية للهيمنة على المنطقة. طيب دكتور حسام، حقيقة الأتراك استهلوا العام الجديد بتمرير، قبل قليل تابعنا تمرير البرلمان التركي تفويض الرئاسة التركية بإرسال جنود إلى ليبيا، اتفاق أو يعني قرار لافت وذو دلالة، وثمة من يشير إلى أن هذا التمرير أو هذا القانون البرلماني الذي يفوض الرئيس التركي بإرسال جنود إلى ليبيا قد يؤسس لمحاور جديدة في المنطقة على أساس الطاقة. السؤال هو، هل علينا من الآن فصاعدا وتحديدا في العام 2020 أن نتتبع مكامن الطاقة حتى نعرف مسار الأحداث، دور الطاقة في الصراعات المقبلة؟ هو في الحقيقة طبعا دور الطاقة أو كما يعني نسميها حرب الطاقة، هي في الحقيقة حرب قد تم الإعداد لها منذ زمن بعيد. يعني التقرير الذي صدر من الأمم المتحدة من حوالي 10 سنوات كان يشير بصورة واضحة جدا أن الحرب القادمة هي حرب على مصادر الطاقة، وأنه بحلول عام 2040 أو 2045 الدول التي لن تكون لها مصادر ثابتة للطاقة المتجددة وليست فقط الطاقة التقليدية ستواجه خطر العودة للعصر الحجري، وأنا هنا أترجم ما صدر في التقرير بصورة مباشرة. فعملية التحرك من أجل السيطرة على الطاقة هذا في الحقيقة هي الحرب القادمة، وتركيا تعي ذلك بصورة واضحة جدا بسبب أن النهضة الصناعية التركية واللهضة القوى العسكرية والصناعة العسكرية وكذلك التقدم التكنولوجي كل هذا مرتبط بمصادر الطاقة. في نفس الوقت من الواضح جدا أن عملية التغيير في المنطقة قد وصلت إلى نقطة الحاجة للتوازن في المواجهة، بمعنى أن اللعبة السياسية والبناء على المفاوضات السياسية الدائمة بتصل في وقت من الأوقات أن تستنفذ وسائلها فإمكانية الوصول إلى تغيير، بمعنى أن اليوم يعني إذا ذكرنا أن ما حدث في مصر بصورة خاصة وما حدث في المنطقة بصورة عامة أن تركيا كانت في مرحلة نمو معينة لم تواجه ما حدث في مصر بنفس الطريقة التي هي الآن تتخذ فيها الخطوات في ليبيا. يعني ليبيا قد تكون كانت عملية محسومة إذا لم تتحرك تركيا. فحقيقة الأمر أعتقد أن الموضوع الطاقة هو موضوع أساسي وموضوع رئيسي، ويجب أن نعلم أن الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وما يعرف بالرينيوبل إنرجيز دول الخليج ومنطقة ليبيا وستلعب دور مهم جدا جدا في المستقبل في هذا الموضوع، وكذلك مصر بسبب يعني كمية ومعدل الراديشن المتعلق بهذه النوع من الطاقة. فتركيا في الحقيقة إضافة لحرب الطاقة وأهمية السيطرة على منطقة البحر المتوسط وعلى يعني المصادر المختلفة للطاقة التقليدية والمتجددة، في نفس الوقت تركيا تعي بصورة واضحة أنه الآن الحاجة لصناعة توازنات يكون للقوة فيها. طيب دكتور حسام، هذا على مستوى الصراع الإقليمي بين الدول، لكن لو دخلنا قليلا إلى الواقع العربي، هل أنت من المتفائلين بأن الشعوب العربية الآن في عام 2020 هي مرشحة لبدء مرحلة حصاد الثمار السياسية لهذه الانتفاضة التي مضى عليها 9 أعوام، هل أنت من المتفائلين في ذلك أم أنك ترى المنطقة ما زالت بحاجة إلى الكثير من العمل قبل الحصاد؟ أنا أعتقد أن المنطقة العربية تحتاج إلى ما نسميه في عملية التغيير بالتحول المحوري البارادايم شيفتنج، يعني بمعنى أنه يجب أن يحدث حدث كبير، لأن كل ما يحدث حتى الآن هو عمليات تطويرية لعملية التغيير يتم إيقافها سواء عن طريق الدولة العميقة أو عن طريق المجتمع الدولي، ويعني من لا يريد أن تتم التحول الديمقراطي في هذه المنطقة لمصالحه الخاصة. فإذا لم يحدث تحول كبير في عملية التغيير فسيكون من الصعب جدا أن نرى هذه الثمار، ولكني على المستوى الشخصي أعتقد أن عام 2020 سيرى وسيشهد هذا التحول الهام، ومن أهم الدول التي تلعب دورا في هذا التحول الهام هي تركيا وعلاقتها بالمنطقة العربية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام. أستاذ ياسين، منذ 9 أعوام لم يمر عام إلا وشهدت المنطقة فيه حدثا كبيرا ونوعيا، سقوط رئيس، انفصال دولة أو يعني قيام ثورة، دخول دولة إلى انتفاضة، إلى ساحة الانتفاضة العربية. في سياق قراءتك لهذه المتوالية متوالية الأحداث، هل
كيف يمكن استقراء واقع المنطقة العربية في عام 2020؟ طبعا أريد أن أصحح فقط بأن ما يحدث اليوم من توتر في شرق المتوسط قد لا يتأسس فقط على مسألة الغاز أو النفط، هذا بالنسبة سواء كان بالنسبة لتركيا أو لإسرائيل العدو الصهيوني أو لمصر أو حتى لليبيا. أعتقد أنه الصراع لا يزال في جوهره هو صراع بين نموذجين، نموذج تمثله تركيا التي تعكس حرية الشعوب وإرادة وكرامة وحرية هذه الأمة في مقابل أنظمة تكرس عبودية هذه الأمة وتبعيتها. هناك محاولة لإخضاع تركيا لاحتوائها لتقليل دورها في تقديم نموذج حقيقي للتغيير في البلدان العربية. ربما يكون الاكتشافات الغازية في شرق المتوسط وما أعطي والدور الذي أعطي للسيسي منذ أن تولى السلطة وهو يعني يشتري المزيد من الأسلحة البحرية ويعقد اجتماعات دورية مع قبرص واليونان وقاموا بإعادة ترسيم الحدود، وكل هذا من أجل استهداف تركيا. لماذا؟ لأن تركيا تمثل نموذجا محرضا للتغيير في بلداننا العربية ونموذجا ملهما ويريدون احتوائه وإنهائه. إذن الغاز واحد من محركات الصراع وليس هو السبب الجوهري في الصراع. فيما يتعلق بعام 2020 هناك تحديات في حقيقة الأمر، مطالب التغيير ثابتة وراسخة، الشعوب تتحرك في العراق وفي لبنان، وهذه الجولة من التغيير التي تدور رحاها في العراق ولبنان يمكن أن نشهدها في بلدان عربية أخرى، لكن في المقابل الأنظمة العربية المضادة للربيع العربي تحاول أن تجر الأمة إلى حروب عبثية. ولهذا نعتقد أن التحريض على تركيا اليوم ومحاولة تحويل ليبيا إلى ساحة صراع وهذا الاستقطاب الحاد والاجتماعات والدعوة إلى مواجهة مسلحة على الساحة الليبية على سبيل المثال، هذا نوع من أنواع الهروب إلى الأمام وصرف الأنظار والبحث عن مشروعية تسمح لهذه الأنظمة دون أن تبقى دون أن يكون عليها أن تفي باستحقاقات الديمقراطية والتغيير في عالمنا العربي. لكن أستاذ ياسين، يعني دخول تركيا على الخط ودخولها إلى ليبيا، الآن الجنود الأتراك ثمة من يقول بأنهم باتوا على أبواب طرابلس، يعني بين لحظة وأخرى ممكن أن يدخلوا، هل دخول تركيا ونشوء سياسة المحاور اعتراض مصر واليونان والإمارات مثلا على هذا القرار التركي، هل هذا في صالح عملية التحول التي تجريها تقودها الشعوب العربية أم هو ضد هذه المصالح برأيك؟ هو طبعا واحدة من المؤثرات، هذا يعتمد على مآلات المواجهة. يعني إذا مشت الأمور بشكل جيد واستطاعت تركيا أن تؤمن استمرارا لنظام حكومة الوفاق فهذا يعني أن المجتمع الدولي سيكون مجبرا لإدارة الصراع في ليبيا بشكل مختلف، بحيث يذهب جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى حوار ينتهي إلى حل سلمي ليس فيه مصادرة لإرادة الشعب الليبي ولا حتى مصادرة لهذا البلد ويعني وفرض نفوذ إقليمي من هذه الدولة أو من تلك. في نهاية المطاف أي حل سياسي في ليبيا حتى مع وجود تركيا ومصر والإمارات في نهاية المطاف سيكون في صالح الشعب الليبي، ونعتقد أن دخول تركيا على الخط هو واحد من المتغيرات المهمة جدا التي يمكن أن تسند أو تسند حق الشعوب العربية في التغيير، ويمكن أن تعطيها دافع للاستمرار، لأنه لولا تدخل تركيا أعتقد كان بإمكان حفتر هذا الانقلاب البشع وهذا الدكتاتور الذي تحرضه مصر والإمارات لمحاربة الشعب الليبي، كان بإمكانه أن ينجح وأن يضع يده على ليبيا، وهذا الذي كان سيشكل هو الحديث عن المنطقة العربية طبعا وليس الآن عن الدور التركي، وإن كان الحديث متصلا بهذا بدقيقة من فضلك. ثمة من يقول بأن تركيا لم تنجح على حدودها في إدارة الصراع في سوريا وأخفقت بين قوسين بحسب بعض المراقبين في حماية مطالب الشعب السوري، ما الذي يضمن نجاح تركيا بعيدا نحو 2000 كيلومتر عن حدودها في ليبيا؟ أعتقد تركيا لم تخفق في 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 سوريا، تركيا أفشلت قيام دولة، كانت الغرب كله كان يدعم قيام دولة كردية في شمال سوريا، ترامب ربما من الرؤساء القلائل الغربيين الذين فضحوا هذا المشروع واستجابوا وكان لدورهم في 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 التعاطي مع التدخل العسكري التركي في شمال سوريا أثره الكبير جدا في خلط الأوراق في الشمال السوري. تركيا تواجه العالم العربي
العربي يعني القوى الرسمي العالم العربي الرسمي العالم العربي الرسمي الذي يمول روسيا ليقتل السوريين في إدلب. ومع ذلك أنا أعتقد أن الحاميات التركية أو نقاط المراقبة التركية في إدلب لا زالت ثابتة ولا زالت صامدة، ومن المبكر الحكم بأن تركيا فشلت في سوريا. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أشكر في نهايتها ضيفي في الاستوديو الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، وعبر سكايب الدكتور حسام الشاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي. شكرا لكم على كرم المتابعة. في حراسة الله وتوفيقه.